لكمات قوية توجهها نادين لخصمها بخفة ورشاقة وقوة لم تكن تملكها الشابة الجميلة منذ شهور مضت، لكنها قررت اقتحام عالم الرياضات العنيفة. تحقيق البطولات لم يكن هدفها، ولكن مواجهة تحرش اعتادته في الشارع. حبيت ان انا اعلي النفس بتاعي وان انا الفتنس بتاعي يعلى، وان في شوارعنا المصريه يعني زي ما احنا متعودين في دايما تحرش لفظي ومواقف اي بنت ممكن تتعرض لها. في الاول ما كانش عندي ثقه في النفس خالص، لما ابتديت في فايت زون وكيك بوكسينج MMA ابتديت احس ان انا ممكن امشي وسط الناس عادي، لو سمعت حاجه ما بقاش مهزوزه. لو انا مثلا نازله من التمرين فببقى لابسه لبس الرياضه فكله يعني بيتجنبني احسن، يعني لما سبيشالي ان انا ببقى لابسه الجلوفز دي فبيبقوا لا دي بنت ما بتلعب بوكسينج فبلاش. ليست نادين وحدها من سلك هذا الاتجاه، فكثيرات يشرف على تدريبهن هنا شريف الجمل، دفعتهن أسباب مختلفة لاحتراف الملاكمة والفنون القتالية MMA في فايت زون. يحصلن على مساحة أكبر من الثقة بالنفس والجرأة، وليس فقط القوة الجسدية. MMA يعني ميكس مارشال آرتس، الفنون القتالية المختلطة. MMA فيها كم لعبة قتالية، فيها بوكس، كيك بوكس، موي تاي. الموي تاي دي لعبة تايلاندي بالألبز والنيز اللي هي ركب الكعان، فيها مصارعة، فيها جودو، فيها تيك داونز، فيها لعبه اسمها برازيلي جيجيتسو. برازيلي جيجيتسو ده الجيجيتسو البرازيلي، هي رياضه MMA دلوقتي في الفتره اللي احنا فيها دي عليها اقبال كتير قوي من السيدات والبنات. هي بتغير من شخصيتهم تماما وبتديهم سيلف كونفيدنس عالي قوي، ثقه في النفس، ومنها طبعا بتفيدهم بتديهم بتعلي الفيتنس ليفل بتاعهم جامد قوي، وفي نفس الوقت الكونديشن والفيتنس بتاع الرياضه دي عالي جدا. ففي ناس كتير قوي، في سيدات كتير قوي كانوا بيخشوا الرياضه دي لمجرد ان هم يخسوا، وبعد ما بيخسوا ويوصلوا التارجتس اللي هم عايزينه البرفورمانس بتاعهم بيكون عالي اوريدي. فبالنسبه لهم الرياضه دي بتتحول لايف ستايل، فتلاقيهم على طول بقوا خلاص محافظين على التمارين وبيقعدوا بالسنين محافظين على التمرين. بالنسبه لي انا كمهندس بشتغل في مواقع، هي ادتني ثقه ان انا انزل اقف وسط عمال من غير ما ابقى خايفه من اي حاجه، من اي نوع، من اي معاكسه، اي تصرف من اي عامل في موقع يعني. فهي زودت ثقتي في نفسي في الاتجاه ده الصراحه. انا بدات اللعبه بقالي يعني اسبوعين تقريبا، دي رابع مره. الموضوع كويس قوي عشان بيخرج التوتر والطاقه السلبيه كلها، وبيدي طاقه ايجابيه عشان على طول بحرك ايدي على طول. يعني حوار البوكسينج ده في حد ذاته حاجه بتخرج طاقه سلبيه. وبينما لجأت كثيرات الى تفريغ غضبهن المكتوم من التحرش وما تعرضن له عبر هاشتاج أنا أيضاً لفضح المتحرشين، أخريات قررنا مواجهة التحرش في الواقع من خلال التدريب واكتساب المهارة القتالية. بعيداً عن الجدل حول التحرش ومدى انتشاره، يبدو أن كثيرات اتجهنا إلى مبدأ الوقاية خير من العلاج، لا سيما مع ما يسببه لهن التحرش من آلام ومعاناة نفسية في ظل صمت أو عجز مجتمعي عن مواجهة تلك الظاهرة. من القاهرة هاشم مناع، اليوم على الحرة.